السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي قناة تعلم لتحترف أينما كنت في الوطن العربي الكبير، رحب بك في هذا الفيديو الجديد. فيديو اليوم بإذن الله تعالى سوف أقدم لك من خلاله مجموعة من الإضافات المميزة لمتصفح جوجل كروم. كل هذه الإضافات سوف تحتاج إليها بدون أدنى شك أثناء استخدامك لهذا المتصفح. لكن قبل ذلك أود في البداية أن أشكر كافة المتابعين الأوفياء للقناة، شكرا جزيلا لكم على دعمكم اللامشروط، شكرا لكل من يشجعنا بلايك للفيديوهات، وشكرا كذلك لكل من اشترك في القناة. إذن على بركة الله أبدأ بالإضافة الأولى، والتي سوف تجد رابطها مع روابط الإضافة الأخرى كما جرت العادة أسفل هذا الفيديو في صندوق الوصف. ولكي تقوم بتثبيت هذه الإضافة يكفي النقر على هذا الخيار، وبعد ذلك تقوم بتفعيل الخيار وسوف يتم تحميل وتثبيت الإضافة بشكل عادي على المتصفح. بعد أن تقوم بتثبيتها تظهر معك على الشكل التالي كما تلاحظ معي الآن، وسوف تتساءل ما هو الدور الذي تلعبه هذه الإضافة ولماذا هي مهمة. الأمر بسيط جدا، فالإضافة إن كنت من الناس الذين يستخدمون الإنترنت لفترات طويلة فمن الضروري بمكان أن تقوم بتثبيتها على المتصفح، لأنها تنبهك بالمدة التي تقضيها أمام الحاسوب، ويمكنك كما تلاحظ معي هنا تحديد أوقات الراحة. فإن كنت تريد مثلا أخذ قسط من الراحة بعد 20 دقيقة أو 40 دقيقة يمكنك ذلك من خلال هذا الخيار. فيمكنك فقط تحديد فترات الراحة، لأنه إذا ما جلست أمام الحاسوب يعني الوقت يمر بسرعة وعينيك تبقى ثابتة أمام الحاسوب، وهذا يضر بهما بطبيعة الحال. وبالتالي فالإضافة يكفي أن تحدد هنا مثلا بعد 20 دقيقة سوف تنبهك الإضافة بمقطع صوتي تحدده من هنا كما تشاهد. فلما تمر هذه المدة سوف يتوقف تلقائيا المتصفح بهذا الشكل، وسوف ينبهك لأخذ مدة من الراحة بطبيعة الحال لكي تعود مرة أخرى للاشتغال في الحاسوب. وهذا أمر مهم جدا لكل من كما قلت يقضي أوقات طويلة أمام الحاسوب. هذا فيما يخص الإضافة الأولى. بالنسبة للإضافة الموالية فهي كذلك في غاية الأهمية إن كنت ترغب في حماية حاسوبك من بعض الروابط الملغمة. فهناك في بعض الأحيان قد تصادف بعض الروابط لكنك لا تعرف ماذا يوجد خلف ذلك الرابط. بعد تفعيل الإضافة على المتصفح يمكنك الدخول لأي رابط مختصر كيفما كان، كما ستلاحظ معي هنا. لاحظ ماذا سيحدث، لن يدخل للرابط المختصر وإنما سيوجهك لهذه الصفحة لكي يفصل الرابط المختصر ويقول لك على أن هذا هو الرابط الحقيقي الذي تم اختصاره، وهنا يعطيك علامة الموافقة على الدخول للرابط وأنه رابط ليس به أي مشكل. لكن حتى وإن كان رابط لموقع خطير فلن يدخل إليه مباشرة، وإنما سوف ينبهك على أن لا تدخل لذلك الرابط. فهذا أمر رائع جدا لحماية حاسوبك بطبيعة الحال. أما بالنسبة للإضافة الموالية والتي كذلك يمكنك تحميلها من هنا، فهي أيضا إضافة متميزة على المتصفح كما ستشاهد معي الآن. فبعد أن تقوم بتثبيتها على المتصفح فهي تساعدك على قراءة النصوص الموجودة في أي موقع كيفما كان. فإن لم تكن تريد قراءة هذه الجمل إن كان يعني نص طويل جدا، وحتى إن لم تكن تتقن اللغة الإنجليزية وتريد يعني قراءة هذا النص بشكل صحيح، فبإمكانك ذلك بالاستعانة بهذه الإضافة. فلاحظ معي أنه عندما أقوم بتفعيل الآن الإضافة سوف Thomas Edison Edison C 1922 born Thomas Alva Edison February 11 1840. إذن كما سمعت معي الآن عندما تحدد أي عبارة أو أي جملة كيفما كانت بالاستعانة بهذه الإضافة فهي تقوم بقراءة النص بالكامل بطبيعة الحال باللغة الإنجليزية كما سمعت معي الآن، وهذا أمر كذلك مميز ويسهل عليك قراءة النصوص
بكل بساطة. إذا هذا فيما يخص هذه الإضافة. بالنسبة للإضافة الموالية فهي كذلك إضافة مميزة سوف تساعدك على تغيير خط النصوص الموجودة في مجموعة من المواقع. لاحظ معي أنه بعد أن تقوم بتثبيت الإضافة تظهر معك على هذا الشكل، وبعد ذلك لما تقوم بالدخول لأي موقع كيفما كان يمكنك التحكم في الخط الموجود هنا بالطريقة التي تريد. لاحظ معي أنه بإمكانك تغيير خط الكتابة إلى أي خط تريده في هذا الموقع أو أي موقع آخر كما تلاحظ، فهذا كذلك أمر مميز كما تشاهد معي الآن. إن كنت تريد أن يكون الخط واضح فبإمكانك ذلك، وإن كنت تريد تحويل الكتابة إلى خط مختلف فلك ذلك باستخدام هذه الإضافة. إذا نمر الآن للإضافة الموالية والأخيرة لحلقة اليوم، وهي أيضا إضافة متميزة تساعدك على تغيير الشكل النمطي لواجهة المتصفح. فكما تعلم لما تقوم بفتح المتصفح تكون الواجهة الاعتيادية بهذا الشكل كما تلاحظ معي، لكن لما تقوم بتثبيت هذه الإضافة وذلك ما سأقوم به الآن، فالإضافة سوف تمكنك من تغيير الشكل النمطي والاعتيادي على المتصفح إلى شكل آخر مختلف تماما. بعد الانتهاء من تثبيت الإضافة سوف تظهر معك على الشكل التالي. كما تلاحظ لما تقوم بفتح صفحة جديدة تظهر بشكل جميل وأفضل مما كانت عليه في السابق. هنا طبعا تدخل اسمك الخاص بطبيعة الحال، ومن ثم يمكنك إدخال هنا الإيميل الخاص بك، أو حتى يمكنك تجاوز هذه الخطوة ليس بشيء مهم. وبعدها هنا يطلب منك كلمة السر هكذا، وحتى وإن لم تقم بإدخالها ليس بشيء مهم. كما تلاحظ معي الآن فالمتصفح أصبح شكله مختلف تماما. يمكنك هنا التعرف على حالة الطقس الخاص بهذا اليوم والمنطقة التي تقطن فيها كذلك، ويمكنك التعديل هنا على كل هذه الخلفيات الموجودة هنا كذلك في الإعدادات الخاصة بهذه الإضافة. يمكنك إضافة أشياء أخرى بطبيعة الحال، ويمكنك تغيير الصور الخاصة بالخلفية إلى غير ذلك، أو إضافة صور خاصة من حاسوبك بطبيعة الحال لكي تكون هي الواجهة أو الخلفية الخاصة بالمتصفح الخاص بك لكي تكون متميز. كما تلاحظ لما تقوم بفتح صفحة جديدة تظهر دائما بالشكل الجديد بعد تثبيت هذه الإضافة. إذا أعتقد أن هذا كل ما يخص حلقة اليوم. أتمنى أن تكون هذه الإضافات قد نالت إعجابك وأفادتك، وإن كان الأمر كذلك لا تبخل علي بنقر زر لايك للفيديو، وأيضا إن كنت تشاهدنا لأول مرة لا تنسى الضغط على زر الاشتراك مع تفعيل زر الجرس. شكرا لك وإلى اللقاء.